مشروع البطاقة الإلكترونية للفلاح، نبذ عنه حتى اليوم المشاهد أيضا يعرف هذا الموضوع. المشروع ماشي بمسارين، مسار أنه أنت أي شخص عنده علاقة بالقطاع الزراعي عنده كارت خاص به، هويته متعلقة بالقطاع الزراعي، كل المعلومات اللي تخصه موجودة في وزارة الزراعة، يعني مثل أي موظف عنده هذه البطاقة. نعم. وبالمقابل كل مزارع ومستثمر سيكون له حساب مصرفي خاص به، ممتاز، سيضمن ما له من استحقاق للحكومة وسيضمن للحكومة ما لها من استحقاقات لدى المزارع. نعم. فسوينا استمارة عدينا متعلق حياستك، نوع الانتاج مالتك، نباتة حيوانة او مشاريع تكميلية، عنوانك، حسابك المصرفي، راح يصير عنده بالنسبة له ايش راح يضمن؟ راح يضمن انه اولا حياسته بيصير بها تصرف، دعمه راح يوصل له بشكل سلس الكتروني، لان بالنسبة له بعد كل معلوماته متيسرة. يعني اكيد مثلا ما تجي اموال من الوزارة او من وزارة المالية توصل له، تجي رسالة على التليفون انه تم، يعني بالنسبة له بعد ان شاء الله ان نبدأ ونشرع بالمشروع راح تكون ثمارة واضحة، المزارع راح يشعر أن أكو ارتباط وأكو هوية بالقطاع الزراعي. في كل شعبة زراعية هناك وحدة بطاقة إلكترونية، الوحدة البطاقة من يراجعها؟ يراجعها شكو مزارع ومستثمر في هاي الرقعة الجغرافية، تكون إلى هناك بصمة وهوية خاصة به، أو الشعبة عند كل ما يتعلق بمزارعين ومستثمرين في شعبته، نباتي حيواني مختلط، أو المديرية عنده كل ما يتعلق بكل المزارعين المستثمرين في المحافظة، أو المديرية يدز لي كمركز وزارة دائرة التخطيط، يدز للداتا المركزي. نعم. راح يصير عندك أنت كوزارة الزراعة راح يصير عندك معلومات كل المزارعين مال كل العراق. يعني مثلا في يوم من الأيام أن وزارة الزراعة تريد تمنع مثلا استيراد مثلا طماطم، نعم، نشوف احنا ايش قد إنتاجنا، هل يكفي اليوم للشعب المواطن؟ احنا عندنا فريق. نعم. فريق فني، احنا وزارة التخطيط، تنزل المعلومة نحللها تطلع جداول بالجدول. أنا بالنسبة لي عندي إنتاج وعندي حاجة، صحيح، إيش قد إنتاجي من أي مادة وإيش قد حاجتي، إذا الإنتاج فاق الحاجة فائض أسمح بالتصدير، بالتصدير ممكن. إذا الإنتاج أقل من الحاجة راح يصير عندي استيراد. عجز أفتح باب الاستيراد. نعم.